بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. ياريت اللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. كل يوم عندنا شقق جديدة وعقارات جديدة إن شاء الله، وتبقى مشكورا لو عملت لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع بتاعنا، شارع عرض 8 متر كله متبلط انترلوك. ده كده شكل الشارع اهو. اول حاجة بيجي لنا المدخل بتاع البرج، مدخل فخم جدا وكله رخام. ده شكل المدخل وده الاسانسير، الشقة في الدور السابع. نبدأ كده نخش الشقة بتاعتنا. طبعا الشقة فيها عداد كهرباء جديد. ده كده شكل الشقة اهو. نبدأ نخش الشقة، مساحتها 135 متر، 135 متر، 3 غرف وريسبشن ومطبخ واتنين حمام. ده التشطيب بتاعها اهو، تشطيب سوبر لوكس. اول ما بنخش بيجي لنا ده الريسبشن. بيجي لنا على الشمال هنا في المطبخ الامريكاني، وهنا في غرفتين والحمام التاني. ده هنا كده غرفتين اهم في الوش والحمام التاني والمطبخ الامريكاني. هنا كده ريسبشن وفي غرفة تانية كمان جنب الريسبشن، وفي طبعا مكتبة او التي في كورنر، وفي معانا كمان بلكونة. البلكونة دي بتبص على الشارع التمانية متر اللي احنا طالعين منه دلوقتي. ده شكل البلكونة اهو، وده شكل الشارع التمانية متر اللي انا قلت لحضراتكم ان هو متبلط. معلش بقى انا اسف، كنت بصور بالليل فالاضاءة مش واضحة قوي. نبدأ كده نرجع تاني، مش هذكر حضراتكم، ياريت اللي لسه ما اشتركش لغاية دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. بعد كده بيجي لنا جنب الريسبشن هنا في غرفة، غرفة ماستر بحمام. ده التشطيب اهو زي ما حضراتكم شايفين، تشطيب سوبر لوكس. الغرفة دي برضو بتبص على نفس الشارع اللي هو المتبلط اللي احنا ورينا لحضراتكم دلوقتي، وده الحمام اللي معانا في الغرفة. ده كده الحمام اهو. بالنسبة للتصالح طبعا مدفوع جدية التصالح، مفيش عليها اي مشاكل. نبدأ كده نرجع تاني نشوف بقية الشقة معانا. ده كده اهو على اليمين المطبخ الامريكاني او الامريكان كيتشن. برضو الناس اللي بتسأل البيع بالعفش ولا بدون، لا يا جماعة البيع بدون العفش. والناس برضو اللي بتسأل هل تنفع تمويل عقاري، لا لا تصلح تمويل عقاري. دي كده هنا الغرفتين اهم، وعندنا هنا الحمام، وده طبعا المدخل او الباب بتاع المطبخ الامريكان. عندنا كده بقى هنا الحمام التاني، تشطيب ما شاء الله تشطيبها حلو جدا الشقة دي. اهو ده الحمام برضو، حمام كبير واخد بانيو مرتاح جدا، وعلى فكرة لونه كويس جدا، لولا بس ان يعني اللمبة بتاعته كانت محروقة معلش، فاضطرينا ان احنا نعمل شوية اضاءة كده عشان نظهر لحضراتكم اللون بتاعه. اعتقد كده هو واضح ان شاء الله. بعد كده بيجي لنا على اليمين هنا الغرفتين التانيين، هنشوفهم برضو، التشطيب بتاعهم جميل جدا برضو، يعني الشقة كلها ما شاء الله تشطيبها ممتاز. دي الغرفة التانية اهي، دي كده تعتبر تاني غرفة، مساحتها تقريبا 3 × 3.5 او 23 × 83، حاجة زي كده يعني. وده هنا بيسموه اللي هو الشباك جيب، شباك جيب بيبص على منور، يبقى في كده عندنا الغرفة دي بتبص على منور، والغرفة اللي جنبيها برضو بتبص على نفس المنور، وعندنا الريسبشن وغرفة تانية على الشارع. دي كده الغرفة التانية اللي جنبيها اهي، بتبص برضو على المنور، بس دي اكبر شوية من الغرفة التانية، مساحتها تقريبا 3.5 × 83 سنتي تقريبا يعني. الشقة دي عنوانها فيصل
ممكن تخش لها من المريوطية وممكن تخش من طوابق كعبيش، هي بين كعبيش والمريوطية، مطلوب فيها 380 ألف جنيه. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.